أنا من 7 أكتوبر طبعا ما مسكتش الفرشاية ولا رسمت أي سكتش لأسباب كتير عديدة. أولها إنه جو الحرب وجو الدمار وحجم الإبادة الجماعية اللي كانت على قطاع غزة كانت السبب الأكبر. بعدين حجم النازحين اللي أجوا على بيتي وكمهم كان كتير كبير، كان صعب جدا إنه أنا مثلا يكون عندي روقان انه انا اطلع لوحتي وارسم بالواني. اول ما اجوا عندنا النازحين طبعا كان عدد الاطفال كثير كبير وكان عندي كثير فائض الوان واوراق وهيك، حاولت انه اعملهم ورشات رسم وانتجنا كثير يعني لوحات، وبالاخر انحرقت لانه كنا نحتاج ورق وكرتون لانه نطبخ ونخبز وهيك، كانت الحياة كثير صعبة. كفنانة طموحة كنت بحاول إنه أعمل إشي وأحسن من دخلي ودخل أسرتي، وقديش كنت بشتغل على حالي. وفعلا ما قبل 7 أكتوبر لعند يوم الخميس وأنا بشتغل يعني ساعة بساعة إنه أنا بدي أنجز. لما صارت يعني 7 أكتوبر كل إشي وقف، حسيت بحالي إنه أنا في نقطة يعني نقطة ضايعة. فكرة النزوح صعبة جدا، إنه كيف لما تطلعي من بيتك تحتاري شو تاخدي او شو، يعني كل اشي في بيتك عزيز عليكي، حتى فنجان القهوه اللي انت تشربي فيه تقولي كيف بدي اخده. طبعا انا كنت كثير خايفه انه فعلا يتم تدمير البيت وكل اعمالي وكل الاشياء الحلوه اللي انا كنت يعني تقريبا هذا اجمل مكان في البيت عندي لانه بقضي فيه اغلب وقتي. لو مسكت لوحه فاضيه وكان عندي طبعا انا مشاعر كثير بدي اطلعها على هذه اللوحه، رح أرسم غزة قديش كانت حلوة قديش كانت جميلة. ذكريات كل إشي حلو، طفولتي طفولة بلادي كل مكان أنا كنت فيه ببني لحلمي وحياتي دمر تماما. يمكن إحنا واقفين اليوم وبنحكي بس مش عارفة إذا بكرة هنكون عايشين أو لا، بس الحمد لله إنه لوحاتنا طلعت برا وصوتنا طلع وإنه العالم كله حيشوف الإشي اللي إحنا هنا بنعاني عن جد.